موقع إخباري يروي قصة طفلة سافرت إلى تايز لإجراء عملية صغرى فقتلها الحوثيون. مواطنان يصلحان طريقا يربط اليمن بالسعودية. ومن الأخبار المنوعة، التغيرات المناخية تهدد باختفاء أسماك شهيرة. أهلا بكم. قبل أن تباغتها رصاصة قناص حوثي من شارع الخمسين شمال مدينة تايز، كانت الطفلة بسمة رزاز غالب عبد فرحان 12 عاما تحلم بأن ترتدي ملابس العيد التي اشترتها لها عمتها من سوق المدينة، لكنها سقطت صباح اليوم التالي مدرجة بدمائها أثناء تواجدها في منزل جدها لأبيها، كما يروي الجد تفاصيل ما جرى للطفلة لموقع المشاهد نت، والذي عنوان تعز قناص أخفى بسمة الطفلة بسمة إلى الأبد. قال الجد إنهم أسعفوا بسمة إلى مستشفى خاص حيث تلقت العلاج في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى لمدة 6 أيام قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. بسمة التي تركت منزل والدها في مديرية شرع بالرونة منتصف شهر شعبان الماضي لإجراء عملية استئصال اللوزتين عادت إلى والدها جثة، كما هو الحال مع أطفال كثر لقوا نفس المصير خلال فترة أيام عيد الفطر المنصرم. أجرت بسمة العملية دون أن يصيبها مكروه، وعند تماثلها للشفاء كانت على موعد مع رصاصة قناص يصطاد الأبرياء في مدينة عانت من ويلات الحصار والحرب منذ مطلع العام 2015. لم يكن يعلم يونس العمراني أن زواجه سيكون في نظر ميليشيا الحوثي جريمة تترتب عليها عواقب جنائية يتم اعتقاله بسببه، أو أن الزواج سيأخذ أبعادا سياسية وقانونية متشعبة ويلقى والده وعمه في سجن مظلم بمحافظة عمران. ويعلق موقع قناة بلقيس: الزواج الخطر، أعراس تشطرها الجبهات وعرائس في قفص الاتهام. بعد عقد قران العمراني من إحدى بنات قريته بدأت المواجهات العسكرية، وهرب بنفسه إلى محافظة مأرب للالتحاق بجيش الشرعية على أمل أن تنتهي الحرب سريعا ويعود إلى أهله ليكمل مشروع الزواج. مرت السنوات وبقيت الأوضاع كما هي، فلا الحرب انتهت ولا السلام عاد، وليس بمقدور يونس العودة لبلده وتحقيق رغبته بالزواج. فاتفق يونس مع أهل العروس على إقامة عرس متواضع في مدينة مأرب، وافقوا لأنهم يعرفون أن مصيره السجن لو فكر في العودة، أو سيبقى الزواج معلقا إلى أجل غير مسمى. وأرسلت العروس مع عدد قليل من النساء من أقارب العروسين إلى مأرب وسط أجواء من السعادة والفرح التي عمت العائلة التي ظنت أن قضيتهم المعلقة قد حلت بلم الشمل. يقول قريب العريس إن وشاية وصلت للحوثيين عن الزواج، فجاءت مجموعة مسلحة وألقت القبض على أبوي العريسين وحققوا معهما في السجن لساعات طويلة، وعنفوهما لتزويج من يطلقون عليهم بالدواعش والمرتزقة واستمرار علاقتهم وتواصلهم معهم. قصص مؤلمة وحزينة كثيرة تحكي الشتات والحنين لأشخاص تفرقوا في الداخل والخارج، لم يحظ بعضهم بنظرة وداع لعزيز رحل عن الدنيا وهو يحلم بلم شمله مع أحبابه والغائبين عن عينيه. الغش قبل التعليم. تحت هذا العنوان كتب بلال الطيب مقاله المنشور في موقع مونيتور مضيفا: كثير من الطلبة لم يعودوا يعتمدون على مجهوداتهم في الاستعداد للامتحانات، وإنما أصبحوا يعتمدون على الغش الذي أضحى بنظر بعضهم مجرد تعاون آني ونبيل لأجل النجاح، وفي ذلك تراجع خطير في القيم، خاصة قيمة طلب العلم. ما من عام يأتي إلا وتأتي معه أساليب وابتكارات جديدة في فن التغشيش تأخذ الكثير من جهد ووقت طلاب كسالى لم يعطوا مذاكرة الدروس أي اهتمام، حتى غدت هذه الظاهرة عرفاً أرعن وثقافة هوجاء وسرطاناً يهدد مستقبل أجيال ووطن. والأسوأ أنها أضحت أمراً عادياً يفعله الجميع ولا يعترض عليه أحد. يغدق هؤلاء الآباء سيئون أموالهم على أبنائهم في كرم غير مسبوق، إما من أجل تكاليف ضيافة وإقامة لجان الامتحانية، وإما لغرض رشوة المراقبين وتصوير البراشيم،
ويحضرني هنا التذكير بمقولة لأحد الزملاء بأن أباه عاتبه يوما قائلا: أنا اللي ربيتك ودرستك وغشيت لك، فما كان مني إلا أن صارحته ساخرا: يا سلام، ونعم التربية في بلادنا ودونا عن بلاد الله. ثمة مدرسون سيئون يتفرجون على عمليات الغش المنظم، يشرفون على مرور الإجابات، وقد يصل الأمر إلى أن يقوم أحدهم بكتابة الإجابة النموذجية فوق سبورة، فيما يقف خارج اللجان الامتحانية حيث البراشيم المتطايرة طابور طويل منهم يمدون الطلاب بالإجابات. والأشد والأنكى من ذلك ما يحصل في بعض مدارس المدن الكبيرة، حيث يقوم مدراء تلك المدارس بتسهيل وتنظيم عمليات الغش وجعله أكثر فعالية بحجة أن تستمر مدارسهم أو مدارسهن إن صح التعبير في صناعة وتصدير أوائل الجمهورية. في مركز تسليم لمساعدات برنامج الأغذية العالمي بمنطقة بني الحارث شمال صنعاء، كان المسؤولون الحوثيون عن النقطة وتجار يتفاوضون على بيع آلاف السلال الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي لتكشف بوضوح حجم سرقة الغذاء من أفواه الجياع في العاصمة التي وفد إليها مئات الآلاف من النازحين. وقد رصد موقع يمن مونيتور الواقعة وعنوان: لماذا يرفض الحوثيون نظام البصمة الخاص ببرنامج الأغذية العالمي؟ يقول مسؤولون من صنعاء والمحويت والحديدة وذمار وإب ليمن مونيتور إن ما شاهده مراسل يمن مونيتور وشهده في بني الحارث موجود في معظم نقاط التسليم في مناطق سيطرة الحوثيين: بيع بالجملة أو بالحبة، فساد للمسؤولين الحوثيين الكبار والصغار. تحولت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى مصدر جيد للتكسب والربح ومنح تقدمها جماعة الحوثي للمشايخ وللمناصرين لها مقابل المساندة والدعم ورفض جبهات القتال بشكل شهري. ومن شأن وجود برنامج البصمة البصرية الذي يتحدث عنه البرنامج أن يوقف مصدرا لتعزيز النفوذ الحوثي في مناطق سيطرتهم. ونقل مراسل يمن مونيتور: انقلاب جماعة الحوثي على اتفاق صاغته المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز جراندي قبالة حوالي شهر يفيد بتغيير نظام عملية التوزيع إلى نظام البصمة، وهو نظام لن يوقف صرف المساعدات لغير المستحقين، ولكن سيكشف عن جزء كبير من نهب الغذاء الذي يتم سرقته من موظفي الدولة. نطالع من موقع المصدر أونلاين الأحداث التي شهدتها جزيرة سقطرى وعنوان الموقع: سلطات سقطرى تحكم قبضتها على الميناء بعد محاولة اقتحامه من قبل مسلحي الحزام الأمني. وقال الموقع إن قوات الجيش والأمن في أرخبيل سقطرى أحكمت قبضتها على ميناء الجزيرة بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون تابعون لقوات الحزام الأمني بهدف الاستيلاء عليه. وهاجمت عناصر مسلحة تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات ميناء الأرخبيل بهدف تفريغ حمولة سفينة إماراتية محملة بعربات عسكرية تابعة للقوات قادمة من المكلا. وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بالأرخبيل حصل المصدر أونلاين على نسخة منه إن مجموعة من العناصر التخريبية تطلق على نفسها مسمى الحزام الأمني هاجمت الميناء واشتبكت مع قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء. وتابع البيان: بعد أن وصلت التعزيزات من قوات الجيش والأمن لاذت العناصر التخريبية بالفرار وتم السيطرة على الوضع وتأمين الميناء. وإلى خط العبر، حيث شهد مبادرة بسيطة من مواطنين قاما بتوجيه رسالة إلى الحكومة بطريقة مختلفة وعنوان موقع تحديث نت: عقب وعود الشرعية الكاذبة مواطنان يبادران لردم الحفر في طريق العبر. وقال الموقع: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطنين يقومان بردم الحفر في طريق العبر الخط الدولي الرابط بين المملكة العربية السعودية وحضرموت. وقال الناشطون إن المواطنين اضطرا لردم الحفر بطريق العبر عقب عدم استجابة المسؤولين للنداءات المتكررة لإصلاح الطريق. ووفقا للموقع فقد كانت الشرعية وعدت بإصلاح الطريق بعد تكرار الحوادث المرورية التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، إلا أن تلك الوعود ذهبت في مهب الريح. عن التاريخ والثورة والثوار، تحت هذا العنوان كتب مدى الفاتح مقاله في القدس العربي مضيفا: في جلسة الاستماع الأولى لها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي
طرحت كونداليزا رايس عدة أفكار، كان من بينها قولها إنها ترى أن من الضروري أن تستبدل الولايات المتحدة حلفائها القدامى بحلفاء وأصدقاء جدد. بحسب رايس التي استلمت زمام الدبلوماسية الأمريكية في وقت شديد الصعوبة، فإن حلفاء بلادها التقليديين تم استهلاكهم واستنفذوا أغراضهم حتى أنه لم يعد لديهم المزيد ليقدموه. مع أهمية قراءة التاريخ الذي يقص علينا قصصا كثيرة حول المسارات الثورية التي شهدها العالم، إلا أن على قارئه أن يكون حكيما وألا يسقط في فخ استسهال إسقاط التاريخ على الواقع، وهو فخ شائع يكتفي صاحبه بترديد العبارة التي يظنها كافية عن التاريخ الذي يعيد نفسه. هذا النوع من الاستسهال كثيرا ما يكون مضرا ومجحفا للمحللين، لأنه لا يسمح برؤية الاختلافات والتباينات الدقيقة التي يميل العقل الراغب بتثبيت حقيقة الإعادة التاريخية إلى رفضها. الحكمة التي نقصدها، ومثلما أنها لا تعني الاستسهال أو النقل غير الواعي، فإنها لا تعني كذلك تجاهل دروس التاريخ الكبيرة والمتكررة، والتي من أهمها أن الثورة، أي ثورة، لا تخلو من المفاسد والأخطار العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بحدودها مهما ادعى من قدرة وقوة. هذا الدرس الذي يؤكده التاريخ وتجارب الواقع معا، والذي لا يجعل من الثورة خيارا أوليا عند كثير من الناس، بل خيارا أخيرا لا يتم اللجوء إليه إلا عندما يقفل الطغاة غير من أبواب التغيير. يفضل عدد من طلاب الثانوية العامة المتفوقين في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، كما قالت صحيفة العرب الجديد، يفضلون الانتقال لأداء الامتحانات النهائية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا بهدف الحصول على منح خارجية لدراسة البكالوريوس. طالب الثانوية العامة حسين عبد العزيز قال إنه قرر مطلع العام الدراسي الجاري نقل ملفه من العاصمة صنعاء إلى محافظة التعز لكي يتسنى له الحصول على منحة خارجية لدراسة البكالوريوس على نفقة الدولة. وأوضح عبد العزيز للعرب الجديد: صحيح أن امتحانات الثانوية العامة بدأت بجميع محافظات اليمن، إلا أن هناك انقساما في عملية التنظيم وفرص الحصول على منحة دراسية في مناطق الحكومية أكبر من تلك في مناطق الحوثيين. وأضاف: الامتحانات في المناطق المحررة تسير بشكل طبيعي وسلس، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي ينتشر فيها الغش بصورة كبيرة، وهو ما يؤدي إلى ظلم عدد كبير من الطلبة المجتهدين. ينتقل كثير من طلبة الثانوية العامة في صنعاء إلى المحافظات والأرياف المجاورة، اعتقادا منهم بأن وزارة التربية والتعليم تراعي الطلبة في تلك المناطق أثناء عملية التصحيح. انتقد حزب الخضر واليسار الحكومة الألمانية لموافقتها على توريد أسلحة تتجاوز قيمتها مليار يورو للدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. برلين دافعت عن موقفها قائلة إنها تتبع سياسة تصدير مقيدة جدا. ويعنون موقع أدي دبليو الألماني: حكومة ميركل تدافع عن صفقة سلاح جديدة لأطراف في حرب اليمن. وقال الموقع إن الحكومة الألمانية دافعت عن إصدارها تصاريح لتصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن. وقال المتحدث باسمها ستيفن زايبرت إن برلين مستمرة في اتباع سياسة تصدير تقييدية جدا تجاه هذه الدول. وشدد زايبرت على أن الحكومة الاتحادية تتخذ قراراتها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة على أساس مراعاة اتفاقية الائتلاف الحاكم، وكذلك مع مراعاة التزاماتنا السياسية دون تقديم المزيد من الإيضاحات. يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا الاتحاد المسيحي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في مارس عام 2018 على عدم الموافقة على أي عمليات تصدير جديدة لدول مشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن. في بيت مرسي، تحت هذا العنوان كتب ماجد عبد الهادي مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: كنت أعرف أني ذاهب إلى مكان لا يشبه الزمالك أو أي حي استقراطي من الأحياء التي عرفناها في مسلسلات الدراما المصرية، وكنت أتمسك كما ينبغي لصحفي غير مصري بأن لا تخرج أي كلمة أكتبها أو أقولها عن مبدأ الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين المتنافسين
الأستاذ الجامعي محمد مرسي والجنرال المتقاعد أحمد شفيق. لكن شيئاً ما إنسانياً سيفاجئني ويترك أثره على موقفي، أعترف بمجرد أن حطت قدماي على أرض قرية العدوة التي تبعد 9 كيلومترات عن الزغزيق، مظاهر الفقر تفيض من الحارات والبيوت كما ترتسم على الوجوه مختلطة ببشائر الفرح بالخبر الكبير. وفي المنزل البسيط حيث ولد الرئيس المنتخب ونشأ وترعرع، تكاد الجدران تحكي سيرة مشرفة لقروي مصري بسيط اجتهد وتفوق منذ طفولته حتى صار أستاذا في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، ثم لم تحل مكانته الأكاديمية بعدما عاد إلى بلاده دون أن يقف في وجه الظلم ويتعرض للملاحقة والاعتقال بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين. هل أخطأ من بعد وكان أبسط ربما أكثر طيبة مما ينبغي أن يكون عليه رئيس دولة بحجم مصر وفي هذه المنطقة المضطربة من العالم؟ نعم، ولكن ليس وحده من ظن أو توهم أن العسكر رجال زي الذهب ثم لم يكتشف حقيقة أنهم أشبه بالصدى إلا في وقت متأخر وبعد فوات الأوان، أي حين غدروا به ليعيدوه من قصر الرئاسة إلى زنازين السجون في انقلاب مفضوح على شرعية انتخابه رئيسا وعلى مسار الديمقراطية في بلاده، كما على مواقف لا تنسى اتخذها انتصارا للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، وكذا إلى جانب الثورة السورية في مواجهة الدكتاتورية المتوحشة. نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا ترى فيه أن إيران تقرع طبول الحرب من أجل الحصول على تنازلات من الدول الغربية، وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة حذرت إيران من الابتزاز النووي مؤكدة أنها لن تقبل بحصول طهران على القنبلة، ولكن الملاحظ أن التحركات الحربية تأتي من الجانب الإيراني أكثر مما تأتي من الجانب الأمريكي، وتضيف أن إيران تعلمت من الأسلوب الذي استعمله زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لإثارة الرأي العام الأمريكي بالتجارب الصاروخية ليفوز بالنهاية بقمتين مع الرئيس ترامب، وتضيف أن إيران التي تتعرض لضغط العقوبات الاقتصادية اقتنعت أنها تملك قدرة التأثير على الغرب بطريقتين، الأولى هي الدفع نحو عتبة الحرب من خلال عرقلة التجارة الدولية في مضيق هرمز، إما بعمليات ينفذها الحرس الثوري أو عملاء إيران الكثيرين. وترى التايمز أن إيران تبقى على الرغم من ذلك بعيدة عن امتلاك القنبلة النووية، وما هذه الخطوة إلا مؤشر على حالة اليأس التي وصل إليها النظام الإيراني. وتضيف الصحيفة أنه من الواضح أيضا أن جميع الأطراف لا تريد الحرب، ولكن اعتقاد طهران أن تهديدها للملاحة الدولية وتسريع عملية تخصيب اليورانيوم سيجعلانها في مركز قوة إنما هو ضرب من الجنون. وتقول التايمز إن المرشد الأعلى علي خامنئي يقامر بالاعتقاد أن الولايات المتحدة ستتخاذل، ولذلك عليه أن يتذكر ما حدث عام 1988 عندما اصطدمت فرقاطة أمريكية بلغم بحري إيراني في الخليج، بعدها بأربعة أيام دمرت البحرية الأمريكية أغلب الأسطول الإيراني في ساعات معدودة. التعددية تحت القصف عالميا، تحت هذا العنوان كتب مروان المعشر مقاله في صحيفة الغد. بدت التعددية بمعنى احترام الاختلافات الفكرية والدينية والجندرية والاجتماعية داخل المجتمعات هي التطور الطبيعي والضروري لبناء المجتمعات القوية والمزدهرة، وبطبيعة الحال فإن احترام التعددية هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمعات ديمقراطية تحترم حقوق الأغلبية والأقلية داخلها، كما بدت الدلائل الحسية واضحة على ذلك، فمن بين أكبر 25 اقتصاداً في العالم تتبع 20 دولة بينها نظماً ديمقراطية تعددية، أي أن العلاقة بين التعددية والديمقراطية والازدهار الاقتصادي راسخة وواضحة، إلا أن التعددية في العالم تتعرض اليوم لهجمة غير مسبوقة من شعبوية تعتمد على الإقصاء وتسفيه الآراء المعارضة حد التخوين وتنصيب أنفسها الحارس الأمين على مقدرات شعوبها وازدراء كافة الآراء الأخرى. نرى ذلك بوضوح اليوم في دول كالولايات المتحدة والبرازيل وهنغاريا وبولندا والنمسا وفرنسا، إن صعود الأحزاب الإقصائية الشعبوية في أوروبا كاليمين المتطرف الفرنسي والنمساوي والهنغاري أدى بالبعض للاعتقاد أن أوروبا تعيش اليوم في العام 1932 قبيل صعود النازية الألمانية والفاشية الإيطالية. قد يكون في ذلك مبالغة، ولكن ما من شك أن اليمين المتطرف والشعبوية يتمددان في أوروبا والعالم، وليس أدل على الإقصائية
ما يمارس في إسرائيل من سياسات ضد الفلسطينيين لا يمكن وصفها بأقل من نظم أبارتهايد العنصرية. أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً كما ورد في صحيفة أو صفحة شبكة البي بي سي حملة إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لفترة ثانية، وحث مؤيديه على الحفاظ على هذا الفريق لمدة 4 سنوات أخرى. جاء إعلان الرئيس الجمهوري إعادة ترشحه أمام آلاف المؤيدين في تجمع حاشد في ولاية فلوريدا التي قال عنها إنها بيته الثاني. واستغل ترامب هذا الإعلان لانتقاد الديمقراطيين واتهامهم بمحاولة تمزيق البلاد. وتشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تراجع شعبية ترامب خلف بعض المنافسين الديمقراطيين المحتملين. وعن فترة رئاسته الأولى قال ترامب: واجهنا معا مؤسسة سياسية محطمة واستعدنا الحكومة من خلال الشعب ومن أجله. وأشار إلى حملته الأولى معلنا أنها حركة سياسية عظيمة. كما أعاد ترامب تعهداته خلال حملته الانتخابية الأولى في 2016 بإنهاء الهجرة غير الشرعية، محذرا من أن منافسيه الديمقراطيين يريدون تقنين وضع المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية. وكان الرئيس قد غرد على تويتر قائلا: إن السلطات ستبدأ في ترحيل الملايين من الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. حذرت دراسة حديثة بحسب ما جاء في الشرق الأوسط من أن بعض وجبات السمك الشهيرة عالميا يمكن أن تختفي من قوائم الطعام كليا وإلى الأبد، وذلك بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. ويقول العلماء إن الأسماك البحرية الأكثر شهرة بما في ذلك سمك القد وسمك الحدوق تواجه خطر الانقراض لأن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من الأكسجين في المحيطات، وعندما يقل الأكسجين في المياه التي تعيش فيها الأسماك تصبح هذه المخلوقات عرضة للخطر، ما يدعم النظرية أن الكائنات البحرية قد تطالها تداعيات التغير المناخي الحاصل في العالم. وقال الدكتور سيمون مورلي أحد علماء دراسة البيئة في هيئة المسح البريطاني إن الحيوانات البحرية تزدهر في المحيط الجنوبي، لكن الحياة في هذه المياه المتجمدة أدت إلى تطور كثير من الخصائص المميزة. البروفيسور جون سبايسر الذي أسهم في تأليف هذه الدراسة وهو عالم متخصص بالحيوانات البحرية في جامعة بيرموث قال أيضا إنه في حال لم تتكيف بعض الأنواع مع مستويات الأكسجين المتدنية فإن كثيرا من اللافقاريات البحرية الكبيرة إما ستنكمش في الحجم أو ستواجه خطر الانقراض. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع بعض الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم والمنشورة في صحيفة الديلي تيليغراف. فن الكاريكاتير الذي يختصر آلاف العبارات تعلق صوره في الذاكرة، حيث تعبر رسمة واحدة من عن أحداث مختلفة عجزت الكلمات عن التعبير عنها. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.